والآن نبقى مع الصحف والبداية من الجمهورية. وكتبت مارلين وهبي: وزارة العدل لا ضغوط علينا والداخلية تخالف كل الأصول. مقتطف من مقال مارلين وهبي بعد رواية إقالة أو استقالة وزير العدل، يعود البعض للكلام عن ضغوط سياسية تمارس عليه لإقالة القاضي بيطار. وبالرغم من نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرواية الأولى مؤكدا للجمهورية أنها خبر لا أساس له من الصحة إطلاقا، مسقطا بذلك السيناريو الأول، استنبط الفريق عينه وفق مصادر وزير العدل سيناريو آخر للتصويب على دور الوزير الخوري المستمر بسعيه لإيجاد الحلول، ذلك من خلال التسويف والإيحاء عن تعرض الخوري لضغوط سياسية من قبل السلطة السياسية لإقالة القاضي بيطار، الأمر الذي تنفيه مصادره في الشكل والمضمون. في سياق آخر، سجلت مصادر وزير العدل أن عملية تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا المسندة إلى نص المادة 40 المعدل خلافا للأصول من قانون الانتخاب والمطعون بها لم تسلك طريقها القانوني السليم. وكشفت المصادر وفق المعلومات التي توفرت لدى وزارة العدل أن وزير الداخلية بسام المولوي طلب مباشرة من مجلس القضاء الأعلى وأيضا من مكتب المجلس في شورى الدولة بموجب كتابين وجههما إليهما إيداعه لائحة بأسماء القضاة لدى كل منهما. كما طلب المولوي أيضا في الكتابين الموجهين إلى مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة إيداعه صورة عن مرسوم التشكيلات الأخيرة في القضاء العدلي مع أرقام هواتف هؤلاء القضاة من دون ذكر الأسباب، ليتفاجأ المعنيون بتصرف وزير الداخلية الذي عمد بعدها إلى تشكيل اللجان المشار إليها منفرد دون موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة على الأسماء المقترحة من جانبه. تفاصيل أكثر نتابعها في مقال الجمهورية. الآن إلى الأنباء الإلكترونية. تحدثت عن زيارة دوكان الذي سيلتقي رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي ووزيري الطاقة والاقتصاد، وأشارت مصادره عبر جريدة الأنباء الإلكترونية إلى أنه من المستبعد أن تؤدي زيارته إلى حصول أي خرق على خط إعادة اجتماعات مجلس الوزراء لأن الخلاف على هذه النقطة لم يحل بعد. مصادر سياسية تخوفت عبر الأنباء الإلكترونية من تعطيل اجتماعات الحكومة، واعتبرت أن بقاء الوضع على ما هو عليه من التأزم قد يؤدي إلى انزلاق البلد أكثر في المجهول، وتوقعت أن يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا غير مسبوق وبالتالي إلى مزيد من التأزم المعيشي والاجتماعي. ننتقل إلى الشرق الأوسط. أوضحت مصادر السفارة الفرنسية في بيروت للشرق الأوسط أن زيارة دوكان ستستمر من الاثنين إلى الأربعاء، حيث سيلتقي المعنيين في ملفات الإصلاح وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، فيما من المتوقع أن يلتقي الموفد الفرنسي رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. إلى اللواء، تحدثت معلومات عن أن حزب الله بعث برسالة مرتفعة اللهجة للرئيس نجيب ميقاتي أن محاولات التفاهم المشترك وصلت إلى طريق مسدود وأن لا حل للأزمة الحكومية والأمور معقدة أكثر من أي وقت مضى. وأشارت مصادر سياسية إلى أن أي بوادر لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تتبلور بعد، ويبدو أنها ستطول أكثر مما كان متوقعا. وتشير المصادر إلى ما سرب عن بعض تفاصيل النقاش الذي حصل في اللقاء الأخير بين ميقاتي وعون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته مصر، وبروز تباين بينهما حول دعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء يكشف صعوبة المشكلة القائمة وتعقيداتها وتأثيرها على العلاقة بين عون وميقاتي وبين الرئاستين الأولى والثانية. ولفت إلى أن اللقاء حصل أو المصادر لفتت إلى أن اللقاء حصل في أجواء محتقنة نسبيا جراء استياء رئيس الجمهورية الواضح من حصر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا برئيس الحكومة حصرا واستثنائه شخصيا من أي تواصل مع الرئيس الفرنسي أو الجانب السعودي فيما بعد، لوضعه مباشرة في مضمون هذه المحادثة المهمة. فيما يلاحظ أن مؤشرات هذا الاتصال وأبعاده السياسية تعطي انطباعا بانقطاع العلاقة المباشرة مع رئيس الجمهورية. تقول مصادر أن رئيس الجمهورية اقترح خلال اللقاء المذكور أن يدعو رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء. استنادا إلى المصادر، رئيس الحكومة لم يبدي اعتراضه، لكنه اقترح أن يبادر قبل توجيه الدعوة أن يبادر الرئيس عون إلى الاتصال بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتحضير الأجواء المؤمنة. إلا أن رئيس الجمهورية أبدى رفضه الاتصال بنصر الله لهذه الغاية، وطالب ميقاتي بالعمل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتنفيذ ما اتفق عليه في اللقاء الثلاثي في بعبدة. نختم مع الأخبار، ومن الأخبار ننطلق في اتصالنا اليوم: المواجهة غير المتكافئة، 80% من الأسرة مشغولة، كتبت رجانا حميي التي قالت إن
الأسرة المشغولة تشكل ما لا يقل عن 80% من الأسرة المتوافرة في المستشفيات لعلاج مرضى كورونا، وليس هناك أكثر من 800 بين أسرة عادية وأخرى في العنايات الفائقة بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور عاصم عراجي الذي هو معنا مباشرة الآن عبر تطبيق زوم. صباح الخير دكتور. وللمشاهدين الكرام، رجعنا للأزمة نفسها، ولكن الآن نحن في وضع اقتصادي سيء، ما حدا عم يقدر يفوت على المستشفى أكيد ليتعالج، هذا فضلا عن أنه الجسم الطبي ليس موجود من ممرضين وأطباء هاجروا. كيف وضع المستشفيات الآن بظل كورونا؟ يعني مثل ما تفضلتي وقلتي أنه تقريبا بين 76% من أسرة كورونا يعني العادية والعناية مشغولة. يعني نحن عنا هلأ 373 سرير بالعناية، في منهم 286 مريض، هو غرف العناية، وإلى جانب الغرف العادية يعني عنا التوتال يعني حوالي 611 مريض موجود بأقسام الكورونا، وعدد الأسرة عنا لا يتجاوز 800 سرير. يعني نحن حقيقة هلأ يعني بين 76-80% من الأسرة مشغولة. يعني في شيء بيطمن انه المرضى اللي عم بفوتوا على العناية كل يوم 3-4، وفي ناس عم بيطلعوا من العناية احيانا، بس اذا لا سمح الله صاروا عدد المرضى اللي عم بفوتوا على العناية اكثر، ساعتها حنكون قدام واقع يعني مقلق. مشان هيك معالي الوزير بكره جاي على لجنه الصحه النيابيه، حنتناقش نحن وياه بالموضوع بجهوزيه المستشفيات، لا او انه لانه اقسام كورونا سكرت بالماضي شهر تموز لانه خفت الاصابات بسبب انهيار الوضع الاقتصادي، فسكرت اقسام كورونا كثير بمستشفيات عديده. بكره حنحكي مع معالي الوزير، معالي الوزير عم يحاول جهد كبير مشان يزيد الجهوزيه، بس المشكله الوضع الاقتصادي يعني المستشفيات عم تقول ما انا قادره، لانه كمان في عائق كمان هو انه الممرضين والممرضات اللي هن كمان اساس بهالقصه هيدي تركوا البلد وفلوا، الى جانب انه هجره الاطباء، بس هجره الاطباء عندنا عدد كافي من الاطباء بلبنان، مع العلم هاجر فوق حسب النقابه هاجر حوالي 2000 طبيب، بس قادرين من ناحيه الاطباء، بس ناحيه الممرضين والممرضات المستشفيات عم تقول ما حدا عم يجي يتوظف مشان يفوت على اقسام الكورونا للأسف. هل تتوقع دكتور أنه نوصل لمحل وضع مأزوم، أو يعني مش رح نقدر نلبي الناس، خصوصا أنه أوميكرون يعني فات على البلد؟ لأي درجة هيدا المتحور معقول يأثر أنه يفوت الناس أكثر على العناية المركزة، ولأي درجة المستشفيات رح نشوف مشهد يعني سيء بالمستشفيات ما يقدروا يستقبلوا؟ طبعا يعني نحن يعني هلا الجهوزيه عندنا مش مثل الجهوزيه اللي كانت شهر 12 ل 2020 او شهر 1-2 بال 2021. يعني تقريبا فينا نقول ثلث الاسره او حتى 40 تقريبا 40% من الاسره هلا عندنا بالنسبه للماضي. بالطبع يعني لا سمح الله اذا صار في تفشي مثل ما قلت انه وضعنا حيكون مقلق. هلا اجى الاوميكرون، الاوميكرون بينتشر بسرعه، هلا ما انعرفت بعدين قديش حديته، هل هو اخطر من الدلتا؟ بعد في ستاديز او دراسات عم تعملها منظمه الصحه العالميه والوكالات الاوروبيه والامريكيه. بس انا امبارح لما بسمع رئيس وزراء بريطانيا رفع الجهوزيه او رفع مستوى الخطر للدرجه الرابعه، يعني حقيقه انا بقلق. بالطبع مشان هيك نحن عم نقول للناس بدنا اياكم تلتزموا بالاجراءات الوقائيه، وبدنا الدوله تطبق الاجراءات، مش بدنا ناخذ اجراءات هيك بس، انه الاجهزه الامنيه، الوزارات المعنيه، الادارات المعنيه المفروض تطبق الاجراءات الوقائيه مشان تمر من هاني لبعد راس السنه تمر على سلامه. نعم. ما نقدر ما يصير فينا مثل السنه الماضيه. قد ايه بعد معنا وقت بيك تايم، خصوصا انه نحن فتره اعياد، يعني تبين الاوميكرون بالوضع الاستشفائي والى اخره، هي مراحل كنتوا عم تحكونا قبل بالدلتا انه مثل 7 جماع بعدين ببلش ينزل الاعداد، نحن قد ايه بعد عنا وقت؟ يعني لغايه هلا ما فينا نحدد لانه قديش قوه الاوميكرون، هو سريع الانتشار بس ما فينا نحدد قديش يعني قديش خطورته، لانه بعد في دراسات عم تنعمل، بس اذا تبين انه خطورته عاليه وعم بيدخل على هو تقريبا من شيء 20 يوم نعرف قصه الاوميكرون، اذا تبين انه يعني اشد فتك من الدلتا حنكون يعني بالطبع يعني بوقت يعني مش بعيد كتير. انه عشان هيك يعني عم نقول للناس التزموا
لأنه ما في عنا حل تاني. الحل التاني شو هو؟ الكلفة ليش شوي غالي؟ في دواء مفقود بالسوق، ما في أسرة كافية، يعني الالتزام شغلة ضرورية، والمؤسسات نعم. السياحية والمطاعم المفروض تلتزم. نعم، مع أنه للأسف يعني آخر فترة عم نلاحظ يعني بالنهاية اللبناني مزعوج ومقهور وزعلان وبحق له ينبسط، ولكن اللي موجود بسبب الأعياد وقرب عيد الميلاد هو أنه كل الناس لاحظنا في زحمة كتير كبيرة، إن كان بالمطاعم إن كان حتى بالمراكز اللي عم بيصير فيها احتفالات وبدون مراعاة للوقاية، وأيضا وقتها كان ماراثون اللقاح بالويك أند كمان شفنا هيدا المشهد. صحيح. كيف انتم يعني هيدي واجباتكم انه تعملوا اي خطوه معقوله بكره بالاجتماع تعملوا اي خطوه للالتزام من جديد، لانه يبدو انه فلت الوضع بالبلد. صحيح، يعني بكره حنتناقش مع معالي الوزير اذا كان في شيء اجراءات جديده. نحن ما بدنا نسكر البلد، نحن عم نحاول نتفادى اغلاق البلد، مشان هيك عم نتابع الوباء يعني يوم بيوم واسبوع باسبوع لحتى يعني وحسب الاصابات وحسب دخول عدد مرضى اكثر الى العنايه ساعتها في اجراءات ناخذها اكثر واكثر. بالطبع حنناقش مع معالي الوزير بكره شو هي الاجراءات اللي ممكن ناخذها، لحتى نحن بتعرفي طلع قانون بمجلس النواب انه مشان قصه الغرامات ان شاء الله يعني تطبق القصه هيدي على يعني، لانه هيدي ممكن كمان تحد الى حد ما شو اسمه عدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه. بس بالنهايه انا بتمنى على الناس، بتمنى عليهم انه نحن غير قادرين على مواجهه تفشي كورونا مره جديد مثل السنه الماضيه باول شهر واحد وشهر اثنين. نعم دكتور، بشكل سريع معقول تفكروا باقفال البلد اذا بعد زاد العدد؟ لغايه هلا لا، بس كلارا اذا بكره شفنا انه عدد الدخول الى اقسام العنايات مش الاسره العاديه بلش يرتفع بشكل كثير عالي، نعم. ساعتها بدنا نقعد نجتمع ونحكي يعني ساعتها، بس نحن عم نحاول نتفادى اغلاق البلد لانه بنعرف الوضع الاقتصادي للناس كثير تعبان، والناس نعم. يعني بالكاد لحتى تقدر تأمن حد الادنى من المواد الاستهلاكيه والضروريه لها. نعم، واخيرا نعم، هل معقولة تعملوا ماراثون جديد لفايزر؟ صحيح، يعني نحن هلا كان في تخوف من أسترازينيكا، مع العلم أسترازينيكا في دول كثير بأوروبا بعدها عم تستعمله، مشان هيك أخذنا قرار عم نعمل ماراثون بس فايزر مشان نشجع الناس، وحقيقة كان السبت والأحد كان كثير في إقبال على مراكز تلقيح، حصلت لتقريبا 62,500 من الناس تلقحوا، كمان في ماراثونات حتنعمل لأنه في عدد فاكسينات كافي وعم يجينا فاكسينات كمان. فعم نشجع الناس تروح تتلقح لانه تطبيق الاجراءات الوقائيه وتسريع الفاكسان هو شغله بتخفف من عدد الاصابات. يعني في موعد جديد؟ في موعد جديد للماراثون؟ بدنا نحكي مع معالي الوزير. نعم انا بشكرك. نعم انا بشكرك دكتور عاصم عراجي رئيس اللجنه الصحه النيابيه. مشاهدينا بهذا ناتي الى الختام، فاصل اعلاني نتابع بعده الحدث والزميله جوزيفين ديب.